نشارك في التنافس ولا نرضى الهزيمة ذي الإبداع المثالي. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحين أنا مزاجي نص نص، مو عشان شيء بس ننتظر الشوط الثاني يصير خير. أمس رياض أمس كان يحاول يقنعنا بأشياء كلنا متفقين على شيء، فلاحظت في وجهه انه هو اللي انضغط ولا شيء. لا لا يبغى يفتن، قال لك بين الفريقين يا شباب ترى ما هذا إيه؟ اوكي لا يعني. اوكي لا يعني. انا ما قلت له كذا، قال لي يا ابو عبد المحسن كذا، قلت خلاص اللي تبغاه انت، يلا اللي تبغاه سوى خلاص يلا، يعني ما فيه نقاش واخذ عطاء وكذا. امس واضح في اصلا مسكين كذا ودك ولا ابوكم لا ابو اللي سوى البقر. حتى 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 الجمهور امس تعليقاته فيها اشاره اصلا هو واضح فيه وجهه والله. حتى الشباب حد يقول، حد صوت يقول للشباب خلاص خلوا خلوا فقط تندح يا ذباب انتيمي انتيمي، تغلبت على التيمي. هلا مرحبا، كيف الاخبار؟ شلونك امير؟ عشان شاء الله ورانا 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 ورانا. يلا هيا شلونك؟ شو الاخبار؟ طيب كيف الحال؟ شلونك يا ولد؟ الحين وضعك هذا هو نفسه زي امير. امير يا حبيبي انت يا امير. كانك يا احمد وصلت على طول تسلم على الشباب. هلا يا اهلا وسهلا، يا مرحبا يا وقف التصوير خلاص سلم وقف التصوير. وحشنا والله كثير. بارك الله فيك. ارحموا ارحم 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 ربي الله هم بالليل والله. كيف الحال؟ منور والله والله منور. حي الله جاسم والله. كيف امورك؟ كيف ولد؟ كيف صحتك؟ بخير ان شاء الله. حشم شامك منور والله. طبعا هذا الانسان واحشنا واحشنا والله يا اخي والله منور. عزم نيجي والله. والله العظيم انا قاعد احس بشعور ما ادري شنو. والله والله العظيم. كيف صحتك؟ طمنا عنك. هذا النجم طبعا ما يحتاج. الله يسعدك والله. وانا قلت الرجل المناسب المكان المناسب. هذا شعر حبيبي الله يسعدك. حطه وين ما تحطه يضبط اموره يا حبيبي. يا جماعه كيف امورك؟ شلونك؟ مرتاح ان شاء الله؟ حتشوف شيء ما شفتهوش ابدا ابدا ابدا. شويه بس خلص الفاصله حبيبي. بس قول الصراحه جننا كان قبل البرنامج. انا الحين الحين اللقاء خلاص غير. قال الحمد لله كانت الاستضافة جميلة جدا ولله الحمد. وبشركم ان الشباب ما شاء الله عليهم ولله الحمد ان منورنا وشرفنا ولله الحمد اني اشرف لي ولله الحمد. ولله الحمد موال كان موال اسامة موال جميل جدا. يا بعد روحي يا حبيبكم لنا الشرف والله. يا بعد روحي يا بعد روحي والله فرحانين جيتكم. يا بعد روحي وانا مبهور بجيتكم اليوم يوم المقدمين. يعني انا مره مدهوش بس فخور معكم. يا بعد روحي احنا معكم اليوم الليله كلها. الله تكفون الساعه أبو تم هيا خلوا الهواء الساعة واحدة. لا الساعة واحدة شيخ انخلق خدت عليه متكع مبسوط لك يا زعيم. التوفيق التوفيق الفريق همة. اشتقت لأجواء البرامج ولا ها؟ اشتقت لأجواء البرامج. لا لا أجواء البرامج وأجواء التنافسية هذه. همة ولا همة؟ التنافس الشريف. همة الحمد لله. يعني هذا ما تعودناه من يا حبيبي. انا صاحبه من زمان ما قد صور عبد الوهاب والله يا عسل. شكرا مليون شكرا. انبسطوا انبسطوا وريني الوضع. شباب ايش في الاخير يظلمني بس نبغى المخرج الحين. ابو ياسمين يا ابو ياسمين ترى كل واحد عنده حركه معينه في الدخله بس يعني زي يوسف. طب الان ليش طاولتين؟ على تكنيك بنت وشان. انا خلاص طاوله واحده كده صغيره ما في طاوله كبيره يعني. احنا قاعدين نتابع ماسه بالبث ما يمدينا نطل هناك الكاميرات. أميرة بنصحك نصيحه لوجه الله، اذا جيت المكان هذا ولو انه بيزعل علي نواف بس يلا ماشي. اذا جيت المكان هذا عشان تشرب شاهي صح يصلح بنفسك. زمزميه ذي مو مره مره بس الشاهي اللي عليه الكلام يا رب صلح بنفسك. اذا انت حبيت انا اروح زي لك ما عندي امر امر يا حبيبي. بس صرفني انا اقسم بالله. ايش رايك؟ كيف رايك؟ اخر اسبوع مع سامر الاسبوع هذا مو يفرح واحد اثنين.
محمد كيف حالك؟ شو اخبار الدوره؟ والله شدين حيلنا. مدير نادي المسرح نفسه، مدير نادي المسرح طالب الفلته نواف فلته موجود عشان يتابع الشغل، ارحب فيه. كيف وضع الدوره في نواف؟ الدوره ان شاء الله اشوفهم شيء جميل يليق بمقام ما شاء الله تبارك الله. انا مبسوط بس من موضوع الشراكه بين المسرح نادي المسرح وبين قناه ماسا، يعني ترى هذا يعني تعتبر يعني اول من يقام منشر بهذا الشكل. بالعكس هذا شرف ننشر الجمال والسعاده في كل مكان. باب الشيء بشيء يذكر ترى اللهم صل على محمد خالد الشرابي من المتعلقين في جانب اكيد ما يحتاج حديث، وما شاء الله بعد طويل في عالم الافلام الوثائقي ولا في ايضا في عالم المسرح بحد ذاته. فالجمهور بينتظر شيء جبار اليوم. اكيد الى منافس استاذ خالد علم على راسه نار. هيا يلا هيا انا باخذ النار وانت خذ السلام. يعطيك العافيه. نعم ابو جزاع اليوم انا والله ما ادري ايش اقول، انت ضيف يا حبيبي. انا ضيف. لا 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 كلنا راعين، يعني راعي محل محل. نعم اليوم ابو جزاع معانا وشارك معانا اليوم في المسرح نادي المسرح في فقره واعي. نعم باذن الله باذن الله بمساهمه الرجال هذا يكون عندنا انتصار لفريق همه باذن الله في هاليوم باذن الله، وايضا يكون فيه ارتفاع في المتبرعين ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى نحسب الاجر باذن الله باذن الله، وان شاء الله ان اليوم كان حد خير باذن الله، واتمنى دعم مرفوع يعني اول شيء بالدعوات بالنشر بالماده خصوصا الاسبوع القادم اسبوع رواتب وكذا، لا تبخلون باي شيء. شكرا من جد الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم. ما شممت الوردة إلا زادني شوقا إليك، وإذا ما مال وصل خلته يحن عليك، خلته يحن عليك. كل حسن في البرايا فهو منسوب إليك يا حبيبي يا محمد، ربنا صلى عليك ربنا صلى عليك. الله عليك يا شيخ ما شاء الله تبارك الله. نورنا اليوم وريك حركات. يلا شلونك يا امير؟ شلون الكواليس؟ شلون الامور؟ امور طيبه. طيبه توحشتك الكاميرا ذي. اي والله اي والله حسبت اني ما جيتها اول. انا بالي انه ما في كواليس، ما ادري شنو وضع الكواليس انا قبل. كيف شفت الكواليس بعد ما طلعت؟ جواد ابو قاسم ما علمنا نظام البرنامج، ما احنا فاهمين، احنا نسمع ددب ددب، انا خفت مكان. اي والله بس هذا اللي نعرفه 130 140 ما ندري احنا. بكره فايز، بكره اللي يطلعهم فايز. يا سيدي انت المغال. ما فايز واحترمك واقدرك، بس يا سيدي لا تلعب باعصاب الشباب. شكرا فايز. تغنوا على حزني طرفك كيف امس. اختارنا ربنا ان احنا نساهم في شيء بسيط في عمل الخير. والله يعطيكم الصحه والعافيه. واعي نحول له 50 مجنون. شو اللي 50؟ وش موجود؟ تورس مو ترى. ترى 50 ريال دي تفريدة أكثر من نص التحكي. أنا ما محتاج. وأنا ومدري إيش وهذا. 50 ريال واحد. يا أخي أجر عند الله يا بنات. أدري إنه عند الله وكل شيء عند الله. كل شيء عند الله. ولازم 50. 50. فكر. والله ما أكسب. والله انه واقع يا رجال. 10 حتى العشرة تعشيت. ما تعشيت عيالك
جوعتونا مرة. والله هدي احسن من الوردة. ما حد يقدم لك وردة ولا يقدم لك سيخ مشاوي ابو لا عشانا لا تخلونا عطونا بالمرة لا تخلونا هاتوا مشويات وشوي حظيات هاتوا مشويات وشوي خبزات ولا بس حمضيات المهم عشونا لا 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 تخلونا احنا جوعانين عبد الله لا قفل لي قفل لي رياكشن كنا قفل لي يا ريال ايه هذا التدرج ابي منك ايه هذا هو يلا يلا يا وحش يلا هات هذه يومية تمامك يا عبد الله اشتغل على الشدة يا 200 ريال روح لهنا بعد اشتغل هذه يومية تمامك لا لا مو يا ابن الحلال انت تقول اي فعلا هذه يومية طوال نعم صح اي مجهول مجهول انت ما تدري عنها يلا هات ارحب زمل هذا المايك سلم الاقبال قبل بعد اول رقم كم انت؟ اول انا نوم انا اول اقبال انت تدور مايك اذكر اول رقم كم؟ ما ادري والله كم 23 ما ينسى يا حبيبي حمزه كم؟ حمزه؟ الرشيد حمزه الرشيد والله لا حول والله لا حول اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان لا لا والله لا حول ولا قوه الا بالله لا 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 ايش اسمه طلع عنده مقص خلاص بس انا الرجيم استاذ بايتو يا اخي ادخل اسمه يلا يلا مع الشاشه هذا كان مشهد توعوي انه لا تضرب اخاك الصغير فايسر شكرا 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 الله يعطيكم العافيه ان شاء الله كان استفدتم من هذا المشهد ان شاء الله يعني يكون افدناكم كثير الله يعطيكم العافيه على درب التنافس الين العزيمه نشارك في التنافس ولا نرضى الهزيمه في الابداع المثالي بكل مسره ومجالي